السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة الطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة. حبايب الحلوين، لو انت اولى ثانوي، لو انت تانية ثانوي، لو انت تالتة ثانوي، لازم تسمع الفيديو ده للاخر. حبيبك مستر نجار مع اول معسكر هذا العام، معسكر ورش، شرح كتير، تلخيصات كتيرة، حل كتير، وفي حصة واحدة. يا ترى وهل ترى هنعمل ايه في حصة الورشة؟ وحبايبي دي اول حصة السنة دي ورشة، ولما ربع المنهج لو انت تالتة ثانوي، ولما نص المنهج لو انت اولى ثانوي او تانية ثانوي. تعال نشوف مستر نجار هيعمل ايه في الورشة لو انت اولى تانية تالتة. على بركة الله، معسكر النجار للطلبة النار. حبايبي الحلوين، ما ننساش ان مستر نجار بيحبك جدا، عشان كده دايما بنفكر على كل ما هو جديد وتطوير الشغل حبايبي لمصلحتكم ان شاء الله. على بركة الله، معسكر النجار للطلبة النار. يا ترى وهل ترى في المعسكر هنعمل ايه يا شباب؟ يلا مع بعض ونروح ونشوف. اولا كده عايز اقولك ان حصة المعسكر او حصة الورشة هتبقى الاسبوع القادم على طول، سواء اسيوط او القافلة بتاعتنا خارج اسيوط باذن الله. طلاب السناتر، طلاب الاونلاين، حصة المعسكر ان شاء الله الاسبوع القادم. على بركة الله، احنا بدأنا طبعا الاسبوع الماضي واللي قبله خارج اسيوط، ولكن الاسبوع ده سنتر اسيوط ان شاء الله، وطلاب اونلاين وباذن الله وخارج اسيوط. على بركه الله، يا ترى وهل ترى هنعمل ايه؟ بكل بساطه، اول حاجه يا حبيب قلبي هنلخص اهم كلمات المنهج. لو انت اولى ثانوي، لو انت تانيه ثانوي، هلخص لك اهم كلمات المنهج. اما انت بقى الوحش الكبير وهو ثالثه ثانوي، هنلخص اهم كلمات المنهج وكل الكلمات المتشابهه فيما يخص الثري يونتس، مش بس الكلمات المهمه، لا، والكلمات اللي تشبه لبعض باذن الله. دي اول حاجه هنعملها في حصه. تاني حاجه حبيب قلبي باذن الله ان شاء الله بعد ما نلخصهم هنحل عليهم واحنا قاعدين. طب هنحل ايه؟ لو انت اولى ثانوي تانيه ثانوي، هنحل امتحانات شهور العام الماضي فيما يخص شهر اكتوبر، استعدادا لامتحان شهر اكتوبر. هنحل امتحانات شهر اكتوبر مدارس مختلفه للعام الماضي. اما انت بقى لو الوحش الكبير بتاعي بتاع ثالثه ثانوي، هنحل امتحانات ثانويه عامه فيما يخص الثري يونتس، والثري يونتس ما تنساش ده ربع المنهج، اما الثري يونتس في اولى وثانيه ده نص المنهج. مش بس هنحل امتحانات السنين السابقه، هنحل اصعب جمل جت افكار في كتاب اكسلنت. مش بس كده، هنحل موقع لونج مان وبنك المعرفه باذن الله. حبايبي الحلوين، بعد كده بعد ما نخلص مرحله الكلمات هنلخص الثري يونتس، الثلاث يونتات اللي هم بالنسبه للجرامر بتاعنا. هنلخص الجرامر بتاع الثري يونتس حبايبي وهنحل عليهم. هشرح لك الجرامر بطريقه بسيطه جدا، وكلكم عارفين مستر نجار في الجرامر، بنغنيه وبندندنه مع بعض، بس انت اهم حاجه تبقى جاي مصحصح لي. حبايبي الحلوين، بعد ما نحل اصعب جمل في الكلمات هنحل اصعب جمل في اسئله الجرامر. حبايبي كده بالشكل ده يبقى كده هتبقى نهايه الحصه باذن الله. ولكن قبل النهايه هعمل معاك حاجتين حلوين جدا. لو انت من طلاب ثالثه ثانوي، هنحل امتحان شامل صعب جدا في الاخر. اما لو انت من طلاب اولى ثانوي ثانيه ثانوي، هنحل كام امتحان كده صغيرين، وبعد كده هديك خطه امتحان الشهر. لو انت اولى ثانوي ثانيه ثانوي، هقولك ازاي تذاكر ليله امتحان الشهر، ونعمل معسكر عشان لما يجي امتحان الشهر يبقى انت مولف تذاكر وحدك زي ما مستر نجار عمل لك معسكر. اما لو انت من طلاب ثالثه ثانوي، هديك الخطه الاخيره لتجميع الماده قبل الامتحان الشامل، لان بعد الشامل هندخل على يونت 4 وبس كده، ومستنيكم في حصه المعسكر.